سعت المرأة العمانية في كثير من دول العالم في الحصول على حقوقها بوسائل وطرق شتى، بينما حصلت المرأة العمانية على حقوقها كاملة أسوة بالرجل العماني منذ بزوغ فجر النهضة المباركة بقيادة مولانا صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم. فحصلت على فرص التعليم، وحصلت على فرص الابتعاث، وعلى فرص العمل، وعملت باختيارها في شتى المجالات المختلفة وبنفس المكانة الوظيفية والمسمى الوظيفي وبنفس الراتب. كما إنها كرمت لأكثر من مرة من لدن صاحب الجلالة، فحصلت على المناصب العليا وتبوأت المناصب العليا سواء في داخل عمان أو خارجها، وكرمت بأن عين يوم المرأة العمانية لها وهو 17 من أكتوبر، تحتفل به المرأة بيوم المرأة ليحفزها على مزيدا من العطاء في التنمية المستدامة. كما إنها كرمت بأنها تحصل على الأرض أسوة بالرجل العماني. ومن الناحية الشخصية كرمت بأن عينت بمجلس الدولة لثلاث فترات، وفي الفترة الأخيرة رشحت نفسي لمنصب نائب الرئيس مجلس الدولة، وحصلت على المنصب بالانتخاب الحر المباشر، وبذلك كنت أول مرأة خليجية تصل إلى هذا المنصب. المرأة العمانية تولت كثير من المناصب العليا الأخرى خارج السلطنة وداخلها بتكريم من قائد البلاد المفدى، وبذلك سبقت إخواتها الخليجيات في كثير من الأحيان. وأتمنى كل التوفيق للمرأة العمانية، ومبارك عليها عيدها، وكل عام والجميع بخير. إن المرأة العمانية دور فاعل في تنمية المجتمع العماني، وطبعاً هذا تأتى بفضل النهج السامي جلالة السلطان حفظ الله ورعاه. فهي المرأة أيضاً مناخ الداعم في السلطنة، فعلى سبيل المثال التشريعات ساهمت أيضاً في تعزيز دورها المشاركة في تنمية المجتمع. فهناك قانون العمل من جانب، وأيضاً قانون آخر الذي سمح للمرأة تملك أرض وفق الشروط التي حددها أيضا للرجل. فانخرطت المرأة في جميع الوظائف تقريبا، وتبوأت مناصب مختلفة في السلطنة. فنجد المرأة وزيرة، وكيلة، وانخرطت في السلطة القضائية وفي العملية السياسية، وجاءت أيضا الندوات التي عززت مشاركة المرأة السياسية، وخرجت توصيات تعزيز مشاركة المرأة السياسية. طبعا لو لاحظنا، لو وقفنا على المؤشرات الإحصائية، نجد أن نسبة العمانيات العاملات في قطاع العمل بلغ 47%، 20% في القطاع الخاص، وحوالي 9.3% تولينا مناصب في الإدارة الوسطى والعليا. طبعا هذا يؤدي مؤشر على تنامي الوعي للمرأة بأهمية دورها، وايضا الى 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 الى, 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 الى استغلال المرأة الفرص التعليمية تتيحت لها. فمعدلات التحاق الإناث في التعليم العام ارتفعت ايضا في المرحلة الابتدائية، تقريبا بلغت 48%، المرحلة الإعدادية والثانوية بلغت 47% بشكل تقريبي. وتخصيص يوم المرأة من كل عام هو يوم 17 من أكتوبر، اللي هو طبعا إنجاز رائع، وهو احتفال بمجازات التي حققتها المرأة، وأيضا فرصة أن المرأة تبذل المزيد من الجهود وتحقق طموحاتها. فهنيئا لأنفسنا، وهنيئا للمرأة العمانية بهذا اليوم. يعد تخصيص يوم للمرأة العمانية ترجمة صادقة للرؤية السامية الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، الذي لطالما أكد على أهمية مكانة المرأة ودورها الفاعل
في خدمة مجتمعها العماني، كما عبر جلالته عن المرأة العمانية بأنها الجناح الآخر للطائر الذي يحلق بالوطن إلى آفاق السماوات، تأكيداً وتعزيزاً لدورها ومكانتها في شتى مجالات التنمية. فرأينا المرأة العمانية على سبيل المثال وزيرة وسفيرة وبرلمانية ورئيسة قسم وغيرها من مجالات العمل الوطني التي أثبتت فيها المرأة العمانية كفاءتها ونجاحها وقدراتها الحقيقية، بما يجعلها شريكة للرجل في دعم مسيرة التنمية الوطنية إلى الأمام. كانت الحكومة الرشيدة تولي اهتمام لها، وتم تشجيعها في المشاركات الدولية سواء كان في المنطقة أو دوليا. وإلى يومنا هذه وإحنا يعني ونلاحظ ذلك من خلال تعيين سفيرات، تعيين وزراء من الإناث في مناصب قيادية، فضلا على مناصب أخرى حساسة أو مهمة جدا في إدارة مؤسسات الحكومية، وهم متواجدين منذ البداية، ولا أقول فقط اليوم. يوم المرأة العمانية هو لفتة كريمة من حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس المعظم لتنوه وتشير إلى منجزات المرأة وإلى تمكنها من استغلال الفرص التي أتيحت لها، سواء كانت في مجال التعليم أو اغتنام الفرص التدريبية أو التوجه والانخراط في مجال العمل بكافة قطاعاته وعلى كل المستويات. والمرأة في عمان أثبتت جدارتها وتمكنت من تبوؤ العديد من الوظائف على مستوى على مختلف المستويات في التسلسل الوظيفي، وهي الآن وزيرة وسفيرة وعضوة في مجلس الشورى وعضوة في مجلس الدولة، وتنخرط في كافة القطاعات سواء كانت حكومية وخاصة. بمناسبة يوم المرأة، أهنئ المرأة العمانية بهذا اليوم الذي تم به تمكينهن من لدن صاحب الجلالة. إنني أهنئ المرأة بهذا اليوم، وأتمنى لهن أن يحافظن على حقوقهن ولا يهضمن حقوقهن، ويحصلن عليها متى أمكن. لقد حظيت المرأة العمانية باهتمام كبير من لدن المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم حفظه الله ورعاه، بتخصيصه يوما للمرأة العمانية، والذي يعد انطلاقه لدعمها الواعد لمسيرة التنمية الوطنية العمانية. ولقد شرفت المرأة العمانية بتوليها المناصب العليا في السلطنة، وذلك أكسبها الثقة الكبيرة بنفسها، والذي ظهر جليا في تفاعلها مع المجتمع العماني وبالأخص رعاية الأسرة والمجتمع. أبارك للمرأة العمانية في يوم عيدها، متمنية لها مزيدا من التقدم والتميز في كل المجالات. وطبعا المرأة العمانية تحظى بدعم كبير من حكومة صاحب الجلالة السلطان قابوس على مدى سنوات النهضة التي مضت والقادمة بإذن الله تعالى. وباعتباري عضوة في مجلس الدولة، فأرى أن عضوات مجلس الدولة لهن دور كبير في خدمة قضايا المرأة في المجتمع. وبصفة عامة دائما المرأة البرلمانية هي على صلة وثيقة بالمجتمع، وتتلمس حاجات المرأة وقضاياها، وتعمل بصفة دائمة على عرضها بالقنوات البرلمانية من أجل إيجاد التشريعات والقوانين المناسبة التي تعمل على حل قضايا المرأة وعلى إيجاد دور فاعل لها في المجتمع واستمرارية هذا الدور ودعمه. وهذا يأتي دائما أيضا من خلال انخراط عضوة مجلس الدولة في فعاليات تتعلق بدور المرأة في المجتمع واتصالها بها على أرض الواقع بصفة مستمرة. ونتمنى دائما للمرأة العمانية أن تسعى بكل جد واجتهاد لكي تستفيد من كل قنوات الدعم المتاحة لها على صعيد المجتمع، سواء في المجال الخاص أو مجال العام في الدولة، وتعمل دائما على الارتقاء بدورها وجهودها بإذن الله تعالى.
Thank you.